ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم موضوعنا شوي ريحته خايسة، ويعني من كثر ما أنا راح أتكلم اليوم عن الثوم أتوقع أنه راح تطلع الريحة من التلفزيون، راح تشمونها. العجيب بالثوم أنه يسمى عالميا بالجوري ذو الرائحة الكريهة، يعني stinking rose، جوري ذو الرائحة الكريهة. وسبحان الله، لو الواحد يدش الأهرامات سيجد أن الفراعنة كانوا ينقشون فوائد الثوم على جدران الأهرام من الداخل، وكان قادة الجيش الروماني يأخذون الثوم ويوزعون على المقاتلين لأنه يعطيهم طاقة ونشاط وعافية. كان مقدس، يحبه الناس حبا كثيرا على مر العصور، وما زال الناس يحبون الثوم. فوائد الثوم عجيبة، وله خصائص سحرية عجيبة. ثلاث مركبات داخل الثوم تجعله طعام سحري رائع، رائع جدا. أول أمر، مادة تسمى الآليسن. الآليسن مادة تقتل جميع البكتيريا الضارة في المعدة، وهذا يعني سبحان الله، احنا ساعات لما ندش المستشفى ويحطوا لنا الصابون اللي يقتل البكتيريا، فاحنا قاعد نغسل فيه عشان ندش المستشفى وما نلوث ايدنا بشغلات مهمه ونظيفه. هذا يعمل نفس المفعول ولكن البكتيريا اللي موجوده في المعده، الثوم. هاي طبعا ماده الآليسن. اما الماده الثانيه السحريه فهي تسمى السابوبين. السابوبين هذه الماده متخصصه لامتصاص الكوليسترول الضار من الجسم وتقليله. فاثبتت الدراسات، وهي دراسه اجريت في بريطانيا على 261 شخص لمدة 16 أسبوع من تناول الثوم، أثبتت بأنه انخفض الكوليسترول عند الأشخاص بنسبة 12%، وانخفضت الدهون الثلاثية بنسبة تفوق 17%، وانخفضت الـ LDL اللي هو الكوليسترول الضار بنسبة 11%. هذا كله بسبب مادة السابوبين. وأما المادة الثالثة، وهي المادة السحرية الثالثة، فتسمى بالكوماريك أسيد. الكوماريك أسيد من أفضل المواد لتدمير الخلايا السرطانية اللي موجودة في الجسم، وخاصة سرطان البروستاتا وسرطان المعدة. الآن الدراسة أجريت في لندن حديثاً تنص على أن تناول الثوم للمرأة الحامل يزيد من وزن الجنين، وينتج عنه طفل مولود بوزن طبيعي ومثالي في الشهر التاسع. وهذه الدراسة حديثة من لندن. الحذر، وكل الحذر من الثوم اللي موجود في المطاعم. الثوم اللي موجود في المطاعم هذا مو ثوم، هذا مايونيز حاطي معه شوية ثوم عشان بس يعطونا طعم. فالحذر من هذا، لأن هذا يزيد الوزن وغير صحي، وقد الشخص لا يستفيد من الثوم. ولكن الثوم البودر والثوم الطبيعي والثوم اللي بالزيت والثوم اللي بالطبخ والثوم اللي مع السلطة، هذه كلها أمور أساسية مهمة لسلامة الشخص، وحتى يستفيد الإنسان من كامل فوائد الثوم. أوعدكم إن شاء الله الحلقة الجاية تكون ريحتها أحلى. والله يوفقكم إن شاء الله، أشوفكم باكر. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.